السلام عليكم، كيف حالكم؟ هيا نتعرف إلى اليوم. اليوم هو الأحد، 24 رمضان، 1441 هجري. ما هو اليوم؟ اليوم هو الأحد، 17/5/2020 ميلادي. هل أنتم مستعدون لحصة اللغة العربية؟ هيا بنا. نواتج التعلم: 1. أن يتعرف الطالب على حرف الضاء وأشكاله. 2. أن يقرأ الطالب حرف الضاء مع الحركات. 3. في البداية سوف نقوم بمراجعة حرفين. الحرف الأول، من يقول لي ما اسم هذا الحرف؟ حرف الغين. أحسنتم، هذا هو بيت الغين، حرف الغين. يوجد عندي مجموعة من الحروف، سوف نقوم بتركيب هذه الحروف لنكون كلمة. الحرف الأول حرف الغين، فوقه فتحة غ، وهنا حرف السين مع فتحة س، وهنا حرف اللام. أحسنتم، حرف اللام مع فتحة لا لا، غ س لا، غ س لا. ماذا تصبح الكلمة؟ هيا نجمع هذه الحروف مع بعض، غسل. أحسنتم، بارك الله فيكم، تصبح الكلمة غسل. سوف نقوم بكتابة غسل هنا. غ س غسل، غسل. أحسنتم، وهنا عندي بيت الكاف. أحسنتم، بارك الله فيكم، هذا هو حرف الكاف، حرف الكاف. يوجد عندي هنا حرف الكاف في أول الكلمة مع فتحة ك ك، وهنا حرف السين، حرف السين مع فتحة س س، وهنا حرف الراء، حرف الراء مع فتحة ر ر. هيا نقوم بجمع هذه الحروف، ك س ر، كسارة كسارة كسارة. نكتب هنا كسرة، ك س ر، كسر كسر. غسل كسر. أحسنتم، بارك الله فيكم. اليوم يا أحبائي سوف نتعرف على حرف جديد. هذا الحرف يشبه حرف الطاء، ولكن يوجد فوقه نقطة. أولا، من يقول لي ماذا نرى في الصورة هنا؟ إنه ظ ظ ظرف، ظ ظ ظرف. إذن اليوم سوف نتعرف على حرف الظاء، حرف الظاء يشبه حرف الطاء ولكن فوقه نقطة. ظ ظ ظرف، ظ ظ ظرف. إذن ما اسم هذا الحرف؟ إنه حرف الظاء.
صوته ظ ظ ظ ظ ظرف ظ ظ ظرف. سوف نقوم بقراءة حرف الظاء مع الحركات القصيرة. حرف الظاء مع فتحة ظ ظ. حرف الظاء مع كسرة ظ ظ. حرف الظاء مع ضمة ظو ظو. حرف الظاء مع السكون ظه. نعيد وكرروا معي. ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظه. ظ ظ ظرف ظ ظ ظرف. انظروا إلى هذا الظرف الجميل. ظ ظ ظرف ظ ظ ظرف. ضعوا اللسان بين الأسنان وقولوا ظ ظ ظ ظ. حرف الظاء مع ضمة ظو ظو. ظو ظو ظفر ظو ظو ظفر. انظروا ظفر ظو ظو ظفر. ظ ظ ظل. انظروا إلى ظل الشجرة هنا. ظ ظ ظل ظ ظ ظل. أعيدوا معي. ظ ظ ظل ظ ظ ظرف ظ ظ ظفر ظ ظ ظل. هيا نتعرف على أشكال حرف الظاء. حرف الظاء له أربعة أشكال. حرف الظاء في أول الكلمة له يد من هنا. حرف الظاء في وسط الكلمة له يد من هنا ويد من هنا وسط الكلمة. حرف الظاء في آخر الكلمة متصلة. انظروا له يد من هذا الطرف. حرف الظاء آخر الكلمة منفصلة. حرف الظاء في أول الكلمة. حرف الظاء في وسط الكلمة. حرف الظاء آخر الكلمة متصلة. وهنا حرف الظاء آخر الكلمة منفصلة. سوف نقوم بكتابة أشكال حرف الظاء. نبدأ من النقطة إلى الأعلى قليلا. هذا حرف الظاء في أول الكلمة. وهنا سوف نكتب حرف الظاء في وسط الكلمة. خط على السطر ثم إلى الأعلى قليلا ثم نعود إلى السطر ولا ننسى الألف هنا ونضع النقطة. هنا حرف الظاء في أول الكلمة له يد من هنا. هنا حرف الظاء في وسط الكلمة. هنا حرف الظاء آخر الكلمة متصلة. نبدأ من النقطة نسير على السطر ثم إلى الأعلى قليلا ثم نضع الألف والنقطة. هنا حرف الظاء آخر الكلمة متصلة. حرف الظاء آخر الكلمة منفصلة. نبدأ من النقطة حرف الظاء أول الكلمة. حرف الظاء في وسط الكلمة. حرف الظاء آخر الكلمة متصلة. وهنا حرف الظاء آخر الكلمة منفصلة.
من يقول لي ما اسم هذا الحيوان؟ إنه ظبي 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 ظبي. انظروا كم هو جميل، ظبي ظبي ظبي. حرف الظاء في كلمة ظبي في أول الكلمة، انظروا جاء في أول كلمة ظبي. ماذا نرى هنا؟ ما هذه؟ إنها مظلة، أحسنتم. نستخدم المظلة عندما تهطل الأمطار، أيضا نستخدمها في أوقات الحر الشديد، تقينا من حرارة الشمس. إنها مظلة مظلة مظلة. إنها جميلة وألوانها جميلة أيضا. حرف الظاء في كلمة مظلة في وسط الكلمة، انظروا له يد من هنا ويد من هنا. مظلة مظلة مظلة. ماذا نرى هنا في الصورة؟ ما هذه؟ إنها محافظ محافظ محافظ. هذه المحفظة نضع فيها المال ونضع فيها الأوراق المهمة أيضا. إنها محافظ محافظ. انظروا كم هي جميلة أيضا. حرف الظاء في كلمة محافظ آخر الكلمة متصلة، آخر الكلمة متصلة. ماذا نرى هنا؟ إنه القرآن الكريم. محفوظ محفوظ محفوظ. كلمة محفوظ حرف الظاء آخر الكلمة منفصلة، انظروا جاء هنا في آخر الكلمة منفصلة. محفوظ. نعيد أشكال حرف الظاء. حرف الظاء في أول الكلمة، حرف الظاء في وسط الكلمة، حرف الظاء آخر الكلمة متصلة، وهنا عندي حرف الظاء آخر الكلمة منفصلة. ظبي ظبي. مظلة مظلة. محافظ محافظ. محفوظ محفوظ. شكرا لكم يا أبطال.